لماذا يستحسن أن يأخذ المراهقون لقاح كورونا؟ ينصح المراهقون بالحصول على لقاح كورونا حيث لا يمكنك أبداً معرفة ما إذا كان مرض كورونا سيكون خطيراً في حالتك. بالنسبة للمراهقين، من النادر أن يكون مرض كورونا خطيراً، لكن لا يمكن التأكد من ذلك مسبقاً. ما هي اللقاحات التي تعطى للمراهقين؟ يتم إعطاء المراهقين نفس لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل البالغين. يتم إعطاؤهم حالياً نفس الجرعة. هل اللقاح فعال لدى المراهقين؟ لقاح كورونا فعال جداً عند المراهقين. إنه يقي من الأمراض الخطيرة بنسبة تصل إلى 100%. بالنسبة للأمراض الأقل خطورة، وخاصة الآن في وقت متحور الدلتا، الوضع مختلف، ولكنه لا يزال فعالاً بحوالي 70%، أي أن التأثير الوقائي للقاح جيد جداً. هل اللقاح آمن للمراهقين؟ لقاح كورونا آمن بدرجة كافية للمراهقين. تتشابه الأعراض الجانبية المبلغ عنها مع تلك التي تظهر عند البالغين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لكنها عابرة هي الحمى والأعراض الحموية أثناء 24 ساعة الأولى والألام العضلية والصداع والتغيرات الجلدية. يمكن أن تشمل الأعراض الجانبية الخطيرة الحساسية شديدة، والتي يمكن أن تؤثر على حوالي 1 من كل 100 ألف، والتهاب عضلة القلب بصفة نادرة جدا. نحن نقترب من الأفضل. أنا هانا نوهينيك، كبيرة الأطباء في وزارة الصحة والرعاية. تتوفر معلومات إضافية حول لقاحات كورونا على موقع تيهو ال الإلكتروني www.tehol.fi. كورونا ركوتي.